أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الاهتمام بالصناعة والتحرك في هذا القطاع يأخذ وقتا وجهدا وتكلفة كبيرة. وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاحه مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة أن مشروع المجمع تصل التكلفة التقديرية له بدون تكلفة الأرض والمرافق نحو 800 مليون دولار واستغرق 4 سنوات. على أن احنا لما خدنا القرار ده خدنا 4 سنين عشان نفتتح المصنع ده اللي هم 6 مصانع دول، يبقى عشان في خلال 8 سنين مع الوضع في الاعتبار ان احنا مع الشركات اللي هي بتعتبر من افضل شركات الصناعة في العالم في المجالات اللي احنا بنتكلم فيها خدت، وكنا ضاغطين في التوقيت وكان جزء من التفاوض معاهم ان احنا ننجز المهمة في اسرع وقت ممكن، لان كتير من الناس يقولوا ايه انتوا ليه مش مهتمين بالصناعة؟ احنا عشان نهتم بالصناعة ونتحرك فيها هناخد وقت وجهد كبير قوي وتكلفة كبيرة. مشروع زي اللي احنا بنتكلم فيه ده انت بتتكلم في غير تمن الارض والمرافق اللي هي بتوصل لها، بتتكلم في 800 مليون دولار ولا انا مش واخد بالي؟ فالرقم كبير يا جماعة. عشان تعمل مصانع كثيرة تقدر تحقق بيها اولا حاجاتك اللي انت عايزها ويتبقى جزء للتصدير، ده موضوع هياخد وقت، ولازم واحنا بنتكلم في النقطه ديت ننتبه لحاجه مهمه قوي، ان احنا كان عندنا اولويات موجوده ازاي نوصل ان احنا نبقى يعني اقدر اقول ان انا اجي اعمل مصنع زي كده ما يكون عندي الطاقه الكهربائيه اللازمه،